عقد المستقيم اللي هو الذهب اليوم دورة استثنائية تضمن جدول عملها الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة مع ولاية جهة الدخل وادي الذهب. التكلفة الإجمالية لهذه الاتفاقية هي 54 مليار ديال السنتيم. همة بند هذه الاتفاقية المساهمة في البنية التحتية لمدينة الداخلة وإقليم وادي الذهب ككل، سيشمل أيضا محاربة السكان غير اللائق، البوتيكات الفتحات تحديدا بهذا الاسم، البراي كليب حي مولاي رشيد، حي المطار، بالإضافة إلى تبليط الزقة والشوارع حي بن تونسي، حي بن زهران، والأحياء ناقصة التجهيز في المسيرة، بالإضافة إلى الإنارة العمومية. كما أن شارع محمد الخامس سيتم تهيئته ابتداء من قامة السيد الوالي إلى منتهاه جنوبا قرب المكتب الوطني للصيد بالإنارة العمومية وإعادة تجديد كورنيش المدينة. كما أن جدول الأعمال يتضمن أيضا نقاط أخرى تتعلق بالموافقة والمصادقة على اتفاق الشراكة مع المندوبية السامية لقدماء المقاومين ببناء متحف، بناء وتجهيز متحف. تضمن ذلك نقطتين تتعلق الأولى بممثل المجلس الإقليمي لدى وكالة الحوض المائي الذي تم انتخابه سلام الزاوي، بالإضافة إلى النقطة الأخيرة والمتعلقة بانتخاب ممثل المجلس داخل الوكالة الحضارية داخل أو سرد والذي انتخب لها مارك حميد.